السلام عليكم ورحمة الله، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم لباس هاد الخياطه. اليوم ان شاء الله غنخدم معكم واحد القطن. هاد القطن هذا فيه واحد الشكل زوين في الاكمام، فيه بليات في الاكمام والكشكشه هكا في الفتحه ديالكم، كيجي رائع جدا. وموديل دارج، يعني موديل جديد دارج على الموضه. نتمنى على الاعجاب ديالكم. قبل ما نبدا نقول لكم مرحبا بكم، مرحبا بلي الله دخل معنا، ومرحبا بالمتابعين ديالي الاعزاء اللي دائما كيتابعوني. شكرا لكم على التفاعل ديالكم في القناه، قول يلا دخل معنا، ما ينساش يشترك في القناه ويفعل الجرس ويشارك الفيديو مع الاصدقاء ديالو، وما ينساش لايك الفيديو اللي عجبكم طبعا. نبداو على بركه الله. دونك كما قلت لكم غنحتاجو فيه كوكو ديال الثوب، او نقولوا 2 متر و 30 سنتيم، 2 متر و 40 سنتيم على حسب يعني لكم كيفاش بغيتيه، كما بغي على حسب هكا الكشكشه اللي غنخدمو هكا. نبداو على بركه الله. الثوب غنطويو على جهه ديال العرض، جهه العرض يعني جهه متر ونصف في الثوب. الا كان مقاس كبير تقدري تطوي على التنكيس او تطوي على الطول ديال الثوب. هذا مقاس ال هنايا كما لاحظتوا، الثوب كنطوي هكا يعني الحاشيه ديالك كنحطوها مع الحاشيه، وكنطويها ثاني مره على هكا على اربعه. وغنخدموا من هاد الجهه هذه، يعني الجهه المسدوده حيت هاد القطن هذا يكون غير مستوق، ما يكونش مفتوح من الامام، يعني غنخدموا على هاد الجهه هذه. نبقى تستو معاكم. نبداو البنات نحطوا المقاسات ديالنا. هنايا غنبداو من جهه المغلقه، كما كتلاحظوا هنايا نحط الكتف، كتف فيه 42 سنتيم مقسوم على 2 يعني 21 سنتيم. كنحط هنايا 21 سنتيم زائد حق الخياطه. هنايا الرقبه 8 سنتيمات، وكان ننزل ب 3 سنتيمات، وكنرسم حرده الرقبه ديال الظهر. هنايا كنلاقي ما بين النقاط، دائما كنزلوا الكتف ب 3 سنتيمات البنات. هنا البنات كننزلو بالعرض ديال الكتف، يعني داك 21 سنتيم اللي درنا في الكتف هو اللي كننزلو به، هو اللي كيحدد لينا الطول ديال الصدر. هنايا البنات غنحط العرض ديال الصدر ديالي، يعني مقسوم على أربعة، دورة الصدر مقسوم على أربعة. هنايا حطيت 29 سنتيم، وكنرسم حردة أو التركيز بحال هاد الطريقة هادي، يعني طريقة سهلة. ومن هاد النقطة هادي كنزل ب 14 سنتيم، كنوضع نقطة. هنايا كنزل ب 38 سنتيم، وكنوضع نقطة. هنا البنات الحزام غنحط 27 سنتيم، غندخل تقريبا ب 2 سنتيم، يعني غندخل ب 2 سنتيم، يعني غنحط 27 سنتيم بحال الطريقة هادي. ومن بعد هنايا غنحط المقاس ديال الحوض، غنحط 30 سنتيم، زائد دائما كنزيدو سنتيم ديال الحق ديال الخياطة، يعني في الخياطه ديال الجوانب ضروري نزيدو سنتيم، و يعني في كامل المقاسات كنزيدو سنتيم ديال الخياطه. هنايا البنات من بعد غنخرج هكا بشويه بشويه، يعني كنخرج تناخد العرض ديال الثوب كامل، يعني المبتدئات غيكون احسن يستعملوا المسطره. هنايا غناخذ الطول، غنحط هنايا الطول، وغنزيد 8 سنتيمات ديال التكيفه ديال اليد هكا في الاسفل ديال القفطان، يعني الطول فيه 140 سنتيم زائد 8 سنتيمات. غنمو بهاد الطريقه هادي، وغنزيدو 8 سنتيمات. من بعد غنرسمو، وغنطلع الجوانب تقريبا بواحد 3 سنتيمات في الجانب هكا، باش ما يكون باش ما ينزلش لنا القفطان في الجوانب. هنايا البنات غنعلم هنايا المكان ديال التكفيفه، وغنحط المقاس ديال الفتحه ديال الجوانب. هنايا غنحط 25 سنتيم، وكنعلموها هكا، وكنكرنيوها في الصاله باش تجينا سهله في الخياطه. هنايا غنقطع الثوب معكم البنات، وغنكملوا التعديلات اللي غنديروا في الامام.
هنا البنات كما كتلاحظوا غناخذوا واحد الجهه يعني جهه الامام، غندير التعديلات ديال الجهات ديال الامام، وغنفصلوا الرقبه ديال الامام. انا غننزل بواحد سنتيم ونصف من الكتف، وهنايا يعني غنقطع هاد سنتيم ونصف. هنا البنات غندخل بواحد سنتيم ونصف في التركيز، يعني في الوسط ديال التركيز، هنايا الرقبه ديال الامام نقدو تو مزيان، وغنقدو الرقبه ديال الامام. هنا الرقبه ديال الامام غنوضع فيها انا 10 ديال السنتيم هكا، كنزل باش 10 سنتيم وكنرسم هكا رقبه دائريه. ومن بعد هنايا كناخذو 30 سنتيم، هذه الفتحه ديال نص السوق ديال القفطان اللي غنخدموه بالسيفه ولا قيدات. يعني كنفتحو يعني شحال ما بغينا، انا كندير 30 سنتيم فقط لا غير، يعني هذا هو المقاس المضبوط اللي كيجي زوين في اللبسه. يعني دائما كناخذ هكا المقاس ديال التركيز، هنا خديت المقاس ديال التركيز فيه 27 سنتيم او 26 سنتيم، يعني كنزيد داك السنتيم ديال الخياطه. هنايا غنطوي الثوب على 4 ديال الاكمام الطريقة هذه، العرض اللي بغينا، يعني هذا راه عرضت واحد غنخدمو فيه الكشكاشة. هنا البنات غنحطو تركيز، هنايا درت التركيز ديالي 27 سنتيم زائد 10 سنتيمات ديال الكشكاشة، يعني درت 37 سنتيم تقريبا. هنايا البنات غنحط الطول ديالكم بهذه الطريقه هذه، يعني حطيت هنايا هنا كما لاحظتوا حطيت 10 سنتيمات اللي زدت في الكشكاشه، عاد غنحط هكا الطريقه ديال التركيز، ميلت هكا سنتيم ل 14 سنتيم ورسمته هكا وقسمته على 2. هنا زدت واحد سنتيم ونصف، هنا رجعت النقطة العادية، وهنايا دخلت بواحد سنتيم ونصف. هنايا هاد المقاس هذا أبار، يعني ما كنحسبوش هاد 10 سنتيم ما كنحسبوهاش، هي غنخدموها في الكشكاشة. هنايا في الفتحة ديال الأكمام غنحط هنايا 20 سنتيم، حيت حتى هي غنخدموها بالكشكاشة. صدقوني البنات هاد الموديل كيجي رائع، يعني كيجي رائع جدا القفطان، وحتى هكا كسيوة ديال الخروج غنخدمهم بهاد الطريقة هادي، كيجي زوينكم كيكون من فوق وكيجي زوين، يعني سهل في الفصلة كما لاحظتوا راه سهل جدا. الا بغينا يكون اكثر زعما يعطينا الفوليوم هكا في الكتف، كنزيدوا واحد 4 سنتيمات حتى في الطول، يعني باش غيجينا الفوليوم. انا بغيت غير الكشكاشه، ما بغيتش يكون في داك الفوليوم من فوق هكا، تكون في غير الكشكاشه. هذا هنا الطول درت 58 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه هكا في الجهه ديال، كنزيدو 2 سنتيمات ديال الخياطة في الكم، يعني سنتيم ديال الكتف وسنتيم ديال الفتحة ديال اليد الجهة ديالكم. هنا غنكونو سالينا الفصالة، غنوريكم الطريقة ديال يعني الكشكشة في الكم، يعني كيجي من فوق بهاد الطريقة هادي. هنا دائما كنعلمو الوسط ديال الكم باش غيجيني ساهل في الخياطة. غنوريكم الطريقه باش نخدموه، يعني ديك 10 سنتيم كنجمعوها بهذه الطريقه هذه البنات. ها هو الشكل النهائي ديال هذا القفطان، هذا كيجي رائع وسهل جدا هكا للمبتدئات، وكيجي انيق قفطان خفيف، يعني كيجي زوين بزاف. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، الكمام ديالو كيجيو رائعين. ولا عجبكم القفطان ما تنساوش الفيديو باللايك وبمشاركة مع الاصدقاء اللي مهتمين بالخياطه، ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم. ولا بغيتوا طريقه الخياطه ديال تراس نوسيفا راه موجوده في القناه، يعني فيديو خاص. ولا بغيتوا نحط لكم الطريقه ديال هذه الخياطه هذه، حطوا عليها في التعليق، هذه خياطه ديال السيفه بدون تراسن كتجي سهله للمبتدئات. وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله، في امان الله وحفظه.